صادق الأحمر، ماذا تقول لنا أنت؟ بأنني من أصدقاء الشيخ صادق الأحمر، لكنني لا يعني أربأ به أن يطلق العنان بمسلحيه في احتلال المقرات الحكومية. قد احتلوا بالأمس منشآت كثيرة جدا، منها معهد الإرشاد، وزارة الصناعة، وزارة الإدارة المحلية، وكذلك يعني وجهوا وابلا من القذائف الثقيلة على وكالة الأنباء اليمنية سبا، وفيها 200 صحفي، ولم يتم الإفراج عنهم إلا في وقت متأخر وبوساطة. واليوم أيضا يعني يستخدمون النيران إلى وزارة الداخلية. طيب سيد عبده، ولكن من فضلك يعني قبل من فضلك، وهم من منطقة واحدة سيد عبده، إن كنت تسمعني، من فضلك واحدة، ولا يجوز فعلا المساس بهذه المنشآت الحكومية، لأن الشيخ صادق الأحمر يحرسه النظام والقانون والدستور، ولا تستطيع الدولة فعلا اقتحام منزله، منزل ذلك الشيخ الجليل الذي نكن له كلنا الاحترام والتقدير، لو لم يكن هؤلاء المسلحين قد قاموا بهذا العمل الذي صورته القنوات الفضائية. وكما تلاحظون بأنها منطقة سكنية مزدحمة بالسكان. سيد عبده، سيد عبده، إن كنت تسمعني، قوات النقدة وإلى وزارة الداخلية ويطلقون يعني نيران ثقيلة. طيب سيد عبده، هل تسمعني؟ إنه يحدث رد على مثل هذه الاستفزازات. هل تسمعني سيد عبده؟ نعم، أيوه. نحن نريد أن نستوضح الآن ما يحدث، لأن كما قلت لك القيادي في الحزب الحاكم ياسر اليماني نفى أن تكون هناك أي مواجهات في منزل الشيخ. هل حاولت الدولة مبتره فقط، يعني اسمح لي أن أسألك، هل حاولت قوات الأمن تقوم بالرد على مثل هذه الاستفزازات؟ طيب أريد فقط أن أوجه لك سؤالا، هل حاولت يعني عدد من الوزارات والمنشآت الحكومية، هل تبقى الدولة ساكتة؟ أريد من فضلك، سكوت الدولة معناها أن المواطنين يتضرروا منها. طيب من فضلك يعني أريد فقط أن أكمل سؤالي، هل أيا كانت الأسباب الآن، هل حاولت قوات الأمن اقتحام منزل الشيخ صادق الأحمر، وهل توجد مواجهات عند منزله الآن؟ يا عزيزي، هذه المعركة تدور كلها في مربع صغير محاط بالمنشآت الحكومية للدولة، ولو أن الدولة تريد اقتحام منزل الشيخ الأحمر لا اقتحمتها بهذه الوسيلة أو تلك. لكن يعني هناك كما قلت لك علاقة وطيدة بين الشيخ صادق الأحمر. ما الذي يحدث عند منزله الآن؟ ما الذي يحدث عند منزله؟ لا يستخدم مثل هذا الأسلوب. ما الذي عند؟ في رد، هم يطلقون النيران ويقتلون الجنود ويقتلون الضباط، بالتأكيد أنه سيكون في رد، والرد لا يضمن فعلا أنه لا يسقط ضحايا في الجانب الآخر. وبالمحصلة نشعر بالأسى والحزن الشديد على كل الذي سقطوا من الجانبين، وعلى ما حدث من ترويع للآمنين في هذه الأحياء، وعلى ما يحدث. ونناشد الشيخ صادق الأحمر وإخوانه بأن لا يلجأوا إلى مثل هذا الأسلوب، لأنهم فعلا يعني يطرحوا بأنهم دعاة سلام، وإن الإعتصامات هي إعتصامات سلمية. فأنا أعتقد أن قوة الإعتصامات السلمية أكثر تأثيرا على الدولة من استخدام طيب. هذا سيد جندي، سيد عبد الجندي، ما قاله لنا، ما قاله لنا مدير مكتب الشيخ صادق هو أنه كانت هناك لجنة وساطة، وتم الاتفاق على وقف الاشتباكات بالأمس، واندلعت مرة أخرى اليوم. ما الذي حدث فيما يخص هذه الوساطة؟ إلى متى سوف تستمر هذه الاشتباكات؟ من جماعة الشيخ صادق الأحمر بأن الدولة حينما رفعت القوة يوم أمس ومالت إلى الهدنة وإلى السلام وإلى خروج الصحفيين المحتجزين وإلى الوساطة بأنها ضعيفة، وبأنهم فعلا باتوا في مركز القوة، فبقوا يعني يتجاوزوا الاحتلال للمنشآت العسكرية الغير محروسة من الطيران إلى ووصلوا فعلا إلى احتلال وزارة الداخلية. يعني هل هذا معقول؟ هذا منطق استهتار، يعني كأنه فعلا يعني وزارة الداخلية هذه فيها مجموعة من الحيوانات وليس فيها مجموعة من الجنود والضباط القادرين أن يدافعوا على أنفسهم، وشرعيا من حقهم. فهؤلاء
يحبسوا القانون، هؤلاء يحمون القانون والدستور. طيب وهل يأتي القصف، القصف الآن، القصف الأفضل من احتمال هؤلاء المسلحين الغواء؟ هل القصف من وزارة الداخلية الآن يأتي في هذا الإطار؟ القصف من وزارة الداخلية باتجاه منزل الشيخ؟ أنا تواصلت مع الأخ وزير الداخلية قبل لحظات وقال لي نحن حتى الآن لم نرد على هذا القصف الذي يصلنا، وكما تسمع أنت في التلفون بأنه في قصف علينا إلى داخل الوزارة، ويعني اذا حصل يحصل فعلا يعني عباره عن مناوشات، لكنهم لم يصوبوا حتى الان يعني على منزل الشيخ صادق الاحمر بهدف اقتحامه كما يحدث فعلا من المرافقين من المسلحين الذين جاءوا. هؤلاء المسلحين اصلا هم قبائل، وبالتالي ليس لديهم فعلا يعني تقدير للعواقب، يا اما هم فعلا اما هم يقتلوا ويدمروا منشآت ويقتحموها. هنا سوف يضعون فعلا دولة في مركز صعب جدا، اما ان تدافع عن ارواح الناس ودمائهم واستقرارهم، واما فعلا بان تظهر دولة هزيلة، وبالتالي لم يعد في مبرر لبقاء. طيب ما هو ما هو الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر؟ نعم يعني هناك عبد الله صالح. طيب هناك انباء تواصلوا هاتفيا كما اعتادوا دائما وباستمرار ان يجلسوا معا ويحلوا كل المشكلات، بان يستطيعوا ان يتفاهموا ويحلوا المشكله باتصال هاتفي. هناك انباء سيد عبدو والحدودات القبليه والعسكريه، هناك انباء تتحدث عن ان هناك قصف الان في اللحظات التي نتحدث فيها من وزاره الداخليه باتجاه منزل الشيخ صادق، الى متى يعني ما هو الهدف؟ الى متى سيستمر؟ وضباط وزاره الداخليه مضطرين ان يدافعوا عن انفسهم. ما الهدف؟ الى متى سوف يستمر هذا القصف اتجاه منزل الشيخ؟ يا أخي هذا القصف لا يمكن أن يهدأ إلا بتواصل رئيس الجمهورية مع الشيخ صادق الأحمر، والشيخ صادق الأحمر مع رئيس الجمهورية. أنا أعرف أن الشيخ صادق الأحمر هو أقل أولاد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وأكثرهم يعني طيبة، وبالتالي فهو كان صديقا قريبا إلى حد كبير لعلي عبد الله صالح، وعليه الآن أن يعود إلى العقل وإلى الحكمة وإلى سيرة طيبة لوالده بعلاقته برئيس الجمهورية، ويتواصل معه بالهاتف إنه أنا مستعد أوقف النار، أوقفوهم وهم تأكيد سيوقف. أي ناس؟ أي ناس؟ سيد عبدو، سيد عبدو، من المساعدين ممن هم حوله شديدة، لماذا هذا صادق طيب الأحمر؟ سيد عبدو، بهيبة الدولة. سيد عبدو، ما هي معلوماتك عن أن هناك من الموالين للشيخ صادق الأحمر من يزحفون أو يحاولون المجيء إلى صنعاء من عمران للدفاع عن منزله؟ في هذا كلام قلت لك، إحنا عندنا في مثل في اليمن حرب القبيلة على الدولة عشر، يعني أنه مهما كان الحشود هذه التي تتواجه الدفة يعني سوف ترد يعني من النقاط، يعني ما يمكنش أنها تدخل صنعاء، لأنه لو افترضنا أن صنعاء غير محروسة ولا يوجد فيها قوات عسكرية تحميها، بالتاكيد سيدخلوا، لان هذا هو الفوضى، سيدخلوا ينهبوا صنعاء. ونحن فعلا لا نريد الامور ان تصل الى هذا الحق، طالما بالامكان فعلا تلافي الحق. شوف الان يعني في بعض الاخوه في اللقاء المشترك يصرحوا ويعملوا، هم يريدوا ان يثيروا الحرب، يريدوا ان ينتقموا من الاثنين، ليس من علي عبد الله صالح وحده، ولكن منه ومن اسره الاحمر، وينقلوا بهم تماما لتنتهي هذه الاسره، اسره الاحمر، سواء في الجانب الحكومي او في الجانب المعارضه. وانا اقول ان هذا ليس بمصلحه آل الاحمر، ولا هو بمصلحة حاجد، ولا هو بمصلحة اليمن، وإنما علينا أن نستخدم العقل ولا نلجأ إلى الاستخدام المفرط للقوة. شكرا. لأنه لا يوجد طرف قادر فعلا أن يثاق الآخر. نائب وزير الإعلام اليمني عبد الجندي، شكرا جزيلا.